اشتكى اللاعب النيجيري يوسف عمر من مواليد المملكة عندما وقع مع إدارة النهضة عقد احترافي مدة سنة على أن يدفع المبلغ كرواتب شهرية بواقع 8000 ريال، وذلك قبل بداية الموسم الحالي، إلا أن النادي لم يرفع العقد الاحترافي لدى لجنة الاحتراف. وذكر اللاعب لصحيفة مكة أن عقب وقوف الإدارة على أوراقها الرسمية والتوقيع طلب منه عضو مجلس الإدارة صايب الأطرش ترقب اتصال منه لتنسيق آلية رفع عقده، مع علمهم بأن لا يملك ما يأكله بعد التغرب سوى التمر. وأضاف أنه طالب بحقوقه فأجبروه على توقيع مخالصة مقابل 5000 ريال بحجة أن العقد كان تحت التجربة وهي مخالصة غير رسمية في ظل هروب الإدارة من التجاوب على تساؤلات اللاعب. طيب، ينضم لي هاتفيا من المنطقة الشرقية أمين عام نادي النهضة الأستاذ ناصر الهلال. أهلا أستاذ ناصر. أهلا وسهلا، مسي عليكم مسي على الأخوة المشاهدين. مسيت بالنور. الموضوع يستاهل كل هالضجة ولا؟ والله حقيقة أنا يعني فوجئت يعني أنتكم ضخمتوا الموضوع شوية. الزملاء الإعلاميين في جريدة مكة، أنا حقيقة طلعت على المقال المنشور تقريبا أمس بخصوص اللاعب، حقيقة أنا فوجئت حقيقة بالمكتوب يعني فيه وما طرح فيه حقيقة. يعني وش المشكلة؟ أنتم ليش ما رفعتوا عقد لجنة الاحتراف؟ الرجل يقول بغى يموت جوع. لا لا أبدا أخي الكريم، أنا ودي أوضح في بعض النقاط التي في صلب الموضوع. أول شيء، تم الاتفاق مع الكابتن يوسف عندما كان الفريق تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكابتن سمير هلال، اللي أوصى تقريبا في نهاية يعني تقريبا آخر يوم أو يومين في نهاية الفترة الصيفية قبل ما تغلق، أوصى بتسجيله. حنا كمجلس طبعا في بعض الأمور ما نقدر نظهرها للإعلام، يعني كنا ذاك الوقت يعني كان في من قبل قبلنا حنا كمجلس ما كانت في قناعة كبيرة فنية أنه يستمر اللاعب أم لا، كان في يعني كان فيه أخذ وعطى. ناصر أنتوا قناعة ما قناعة، يعني أنا والله شوف مالي بالكورة واجد، بس أنا أشوف إدارات الأندية يدخلون في شغل المدرب إنه والله أنا ماني مقتنع بكيفي. لا، هذا مو كيفك، المدرب قاعد يقول ناخذ الرجل، خلاص ناخذه ولا لا؟ أنتوا عطلتوها الآن. لا لا اسمع يا اخي الكريم، اقول لك خلينا اكمل حديثي لو تكرم. بس ترى ما عندي وقت. في نهايه الفتره في اخر يوم ما استطعنا تسجيله بسبب السيستم حقنا حق التيمز اللي هو نظام التسجيل الدولي فيفا، ما استطعنا ملحقنا في اخر يوم. فاضطررنا اتفقنا معه انه يبقى اللاعب معانا تحت التدريب ويمنح مكافاه شهريه. اللاعب على اساس الحين تبدا فتره التسجيل الشتويه الاخرى الثانيه. طبعا فترة التسجيل الشتوية الثانية تغير الجهاز الفني، جاءنا جهاز فني جديد. الجهاز الفني الجديد تقريبا قبل ما تقلق الفترة قرابة أسبوعين أوصى بعدم يعني أنه ما في حاجة بالنسبة للاعب اللي يتم التعاقد معه مرة أخرى. طيب، على ضوءها أنا شخصيا جلست مع اللاعب وتفهم اللاعب كل صغيرة وكبيرة وأعطي حقوقه بالكامل. جميل. ووقع لدينا مخالصة داخلية ليست خارجية، داخلية، لأن جميل. العقد ما رفع وأبدا الأمور من حسن إلى أحسن معه، وتكلمت أنا شخصيا مع وكيل اللاعب وطلع وهو راضي ومبتسم. هذا المهم. أبدا. طيب، هذا المهم. بما ذكر جميل. في الصحف الكلام هذا المخلوط، طبعا حنا كمجلس طيب. كمجلس إدارة يقوده ربان المجلس الشيخ فيصل، طبعا لا يرضى أنه ممتاز. يترك أو يهضم حق لاعب طيب. بأي حال من الأحوال. أنا أذنت لي أخوي ناصر معي طيب مباشرة من المدينة المنورة اللاعب يوسف عمر، خلينا نشوف وش يقول يوسف. يوسف كيف الحال؟ بخير ونعمة الحمد لله، حياك الله. سمعت كلام أستاذ ناصر الهلال؟ ايوه سمعت. ايه، ايش رايك؟ كلام جيد صحيح؟ والله انا هو بيقول ما قدر يرفع اوراقي
عشان السيستم قفل، انا موقع قبل الفتره تقفل بخمسة ايام ما ادري ستة ايام. طيب هو يقول انكم يعني انا موقع من زمان من قبل لا تقفل الفتره. يوسف يقول ان انتم طلعتوا من النادي انك انت كنت يعني مبسوط ومبتسم ومستانس انت ووكيل اعمالك، صحيح هذا الشيء؟ لا والله لا كنت مبسوط ولا شيء. انا اخذت ايش اسوي، ما حيعطوني شيء، اخذت هذا عشان اعطي حق الفندق فلوسه. انت انا جيت الشرقيه عشان افيد اهلي، جيت الشرقيه عشان افيد اهلي، انا كده ضريتهم، كل اسبوع اتصل عليهم ارسل. وهذا ايش انت قصه، ابغى افهم قصه التمر، شو اللي صار؟ شوف الكلام انه انت قلت انا عشت على التمر فتره. اي والله الواحد يصحى من النوم ما يتغدى الا تمر. اوف الحمد لله الواحد يقول. طيب اي والله ايش تقول الاستاذ ناصر الهلال امين عام النادي؟ والله انا اقول انا ارشد المسؤولين يجيبوا لي حقي. ما انت وقعت مخالصه يجيب لك حقك. سنه كامله يا يوسف، انت وقعت مخالصه ما هي رسميه. طب هم كاتبين اني كنت تحت التجربه، انا موقع، كيف كنت تحت التجربه؟ استاذ ناصر. الو. هلا استاذ ناصر. ايوه ابوي. سمعت الكلام؟ ما سمعت والله شيء، الله يحييك. هو يقول انكم انتم موقعين مع عقد وليس تجربه، والشيء الثاني انه الرجل كان يقول اقوم واتغدى على تمر، وكان وضعه يعني سيء. الو. ها تسمعني؟ ايوه تفضل. اقول الرجل يقول انه يعني اضريته فيه، وكان غداه تمر وكان وضعه سيء وهو عندكم. ناصر. الو. هلا استاذ ناصر. الله يحييك، الصوت ترى مو واضح ابدا، ما اسمع شيء، تفضل. والحين تسمعني؟ ايه تفضل، وضوح تفضل. يقول الرجل انه كان يتغدى تمر، يقوم على تمر من الجوع اللي كان يمر فيه وهو كان موجود عندكم. يعني وانه يعني وقعته معاه المخالصه داخليه، ما كانت مخالصه نهائيه مع اللاعب. ولا احنا وقعنا معاه صحيح، وقعنا ولا هو باللي ولا ابتسم الرجل ولا زي ما قلتوا. انا متكلم انا شخصيا معه مو غيري، انا جالس معاه شخصيا. ايه انا لا مبر فيه، ترى في الحمد لله احنا لما نعمل شيء ما نقول احنا عملنا مع اللاعب هو وغيره. احنا مبادئنا في النادي والعمل اللي نقوم فيه ابدا باي حال من الاحوال ما توصل فينا الدرجه ان نهمل حق لاعب او نضيع حق لاعب. ما الله بيوفقك كفريق او كنادي مستقبلا. ولا نرضاه لا احنا ولا يعني غيرنا اللي يعمل هذا الشيء مع اللاعب هو نفسه او غيره. طيب يوسف اهلا، ايش تقول؟ ايوه ايش تقول استاذ ناصر؟ والله ايش اقول له، انا ابغى والله ابغى حقي. انا سنه كامله ضيعوا لي، هي سنه كامله الحين خلاص، لا شتويه ولا صيفيه، هو جالس كذا عاطل الان. ايوه. طيب اخوي يوسف عمر، ان شاء الله النهضه ما يضيعون حقك. واستاذ ناصر الهلال سم تصالحوا مع الرجال، ويعني ترى الرجل ما هو مبتسم ابدا والله، الرجال زعلان ابد. احنا عندنا احنا الله يحييك ما خرج من النادي عندنا الا منتهم معاه من جميع الجوانب. طيب لن نسلب حق احد يا اخي. طيب كريم جميل. استاذ ناصر الهلال شكرا جزيلا لك، واخوي يوسف عمر شكرا لك، وان شاء الله انك يعني يرجع حقك وتبتسم ان شاء الله. العافيه.